من الإبرة للصاروخ، أول جملة هتيجي في بالك وانت بتتمشى في شارع الأزهر، وده واحد من أهم وأقدم شوارع القاهرة. أخد اسمه من الجامع الأزهر، أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي كله، وأكثرها مكانة عند الناس في مصر كلها. بيبتدي شارع الأزهر من ميدان العتبة وبينتهي في شارع صلاح سالم ناحية الدراسة. هنا هتلاقي المشهد الحسيني ونفق الأزهر وخان الخليلي ومستشفى الحسين والصاغر، وهنا هتشوف كل أنواع التجارة ومحلات العطارة ومحلات القماش والمفروشات والستاير اللي بتزين الشارع وبتنده على العرايس، واللي ما يشتري يتفرج. ما تعرضش عليك عرض مغري كده تحس إنك لو بعته تفك زنقة تعمل حاجة؟ قول. يعني الكلمة كده بس يعني قول بالبلد. في حاجة تقدر تشتري بيها أو أشتري بيها ابنك أو بنتك؟ لا طبعا. خلاص كده؟ لا طبعا. نفس دي كده وأنا زي أنا وسخت أمي كده. إيه؟ والله لو دفعوا لي مال قارون وأنا وسخت أمي لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هو ده بقى، دي هنا أنت اديني أي عروض مغرية، أنا اتحط لي شيك على بياض. ما رضيتش. ما رضيت. ندخل بقى، خش في الجد بقى. عايزه السيمه بقى، عايزه اشوف التليفونات اللي بتاعتك. 1900 بقى 33 و32. ده كده مش سيمة قوي لسه، ده ايام ما كان الناس بيهم حلمي. ايوه. لا ده كان التليفون اللي هو اتسجل بيه من عمري. الله، ده عليه برضو التاج. ده عليه التاج برضو. وغروب وشروق. يا ساتر. ايوه عارفاه. وكان بيسجل بيه لما كانت دي بتبقى جنبيها الحصاله وتدخلي على المقله. تدخلي على المقله وتقولي له لو سمحت التليفون. على القهوه تحط تحط القرش. بكام بقى؟ ما تعرفش؟ ايه ده؟ ما تعرفش بكام المكالمه؟ كانت بقرش. ما هو كاتب عليها. ده حصاله رهيبه يا ربي، شد الذراع به. استرجاع العمله لعدم الرد واشتغال الخط قرشا. ايوه. غير حاجة. غير مسكوب. غير يعني ما يكون مسكوب. كان زمان في القرش اللي هو المخروم وال اترك الذراع واطلب ايه ده؟ ايه دي؟ تحفه تحفه يعني. تحفه وبقفل وبقفل. عشان مش اللي رايح واللي جاي كده. كان في القهاوي بقى، واخده بالك؟ يجي بقى يروح ايه واخد الماركه حاططها. ماركه. أيوة ما يحطش. أيوة. فلوس. ايوه ايوه. يدي للمعلم. يدي للمعلم حتى من المكالمه ويحط الماركه هنا. بصي بقى الاحمر ده برضه نفس الموديل ده بتاع سنة 60، بس ده اللي المهم بقى. وكان اللي عنده تليفون احمر بقى وبتاع ده كان حاجة من الزوات بقى. ده الزوات؟ معايا؟ جم بقى. أنا حاسة إنه حكومة. يعني في الأفلام دايما كان يكون في تليفون أسود وتليفون أحمر. ورا وكيل النيابة. ورا وكيل النيابة. حاجة كبيرة بقى. صح. وبعدين جم بقى لموا ده. عايز تقعد يا عم حسن، احنا وقفناك كتير قوي. جم لموا. أنا رجلي وجعاني أصلا. أيوه. جم لموا ده وراحوا جايبين الرمادي. يا ما كانش لذيذ ده. واخد بالك؟ بس كان طفرة. اشتغل الرمادي معاهم 4 سنين. وراحوا جايبين في 74 التليفون ده بالزراير. بالزراير بقى. بالزراير. فبدأ يشتغل ده لحد ما نزلوا بقى التليفون اللي هو النفرتيتي والتليفون مش عارف الفرنساوي، لحد ما فضلنا البرق واحد وبرق اتنين اللي هو بيقولوا عليه دلوقتي كوكتيل. طب بقول لك ايه، مش قلت لي ان انت عندك ولاد وبيشتغلوا معاك؟ حد منهم موجود هنا؟ محمد. اهو محمد اهو. ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه يا محمد؟ ان شاء الله تكون بخير. ان شاء الله. انت كويس؟ كله بخير. انت بتشتغل فين يا محمد؟ انا بشتغل في المصرية للاتصالات. في المصرية للاتصالات. ليه انت بتحب التليفونات فعلا يا محمد؟ يعني هو بابا مورث لنا الحاجات اللي زي كده، ان احنا ما نقتنيش اي حاجه وخلاص، ان احنا مثلا يكون عندنا حاجات ليها تاريخ. يعني هو عودنا من زمان ان الشيء مش في شرط ان هو يكون ماديا، اهم حاجه يبقى عندك حاجه تخليك مميز، عندك اصل وعندك عراقه وعندك تاريخ بيها. احنا الحمد لله يعني حاليا في الشرق الاوسط يعتبر احنا اللي بنقتني تليفونات قديمه بشكل كبير، يعتبر احنا انفراد او حصري. ده احنا عملنا بيج لينا في 2007. عندكم بيج على الفيسبوك في كل الموديلات التركي للتليفونات القديمه، ودي الحمد لله ساعدتنا كتير. كان الهدف منها ان احنا ننتشر للناس، لان الجيل الجديد اللي هو جيل الشباب ما يعرفش التليفون الارضي. بس يا محمد ايه المكسب؟ يعني لما كل الناس تعرف ان عم حسن واولاده هم اللي عندهم المجموعه دي، انت تقدر تنتفع من ده بايه؟ احنا بالنسبه لنا ان المكان يبقى معروف، دي بالنسبه لنا تسوى كتير قوي، تساوي كتير.
ان احنا يبقى احنا لوحدنا اللي بنقتني الحاجه دي. معروف انت عايز تليفون قديم او انتيك اروح للتركي زوره. احنا بيجي لنا ناس من خارج مصر، دول عربيه ومؤخرا بقى دول اوروبيه. يعني انتوا تقدروا تجيبوا تليفونات قديمه لزباين ما؟ يعني انت خلاص عندك تليفوناتك اللي مقتنيها انت اللي بتحبها؟ لو انا نفسي الاقي تليفون. لا لا، انت عندك التليفونات القديمه، انت دلوقتي عايز ترجع لتاريخك، عايز تفتكر حاجه، روح للتركي. يعني مثلا تليفون الهرمي كبحث بس افرض انت، ما انت خلاص عندك مجموعه من انا لو عندي مجموعه كامله لو عندي مجموعه كامله وجت حاجه زياده ممكن اتصرف. يعني انا مثلا لو راجل غني جدا وغاوي قوي تليفونات، اجي اوصيك اقول لك والنبي يا عم حسن لو وقعت تحت ايدك، لو جات لي بقول لك سيب لي رقمك وانا بتصل بيك لو جات لي، لكن انت تاخد الحته اللي عندي؟ لا لا لا، بابا كان يزعلنا فيها دي. ايوه كل حاجه منها تصرفوا حاجه من تحتي كده، وهو خصوصا الهرمي ده طلع في كل الافلام، عبد الحليم وشاديه التليفون الثاني اللي هو وراه اللي هو ده سيمنز الهرمي اللي هو سيمنز اللي قبل الموديل ده وده اللي هم الكلاسيك اللي هم شبه الموبيليا ده يعني قصور. ده بريطاني وده ياباني. في النص هنا في القرص في اللي هو التمثال الست الفرنسيه اللي هي مشهوره جدا هناك في فرنسا، من حيث ان هي كانت بتقتني برضه حاجات زي كده في نص القرص بالظبط. اه دي المادلين بالظبط. أيوة. فيعني الحمد لله المجموعه اللي عندنا مش متكرره في اي جميلة مكان. جميله جميل. بص يا عم حسن، دلوقتي احنا عشان الزياره دي الناس تفتكرها بنخلي فنان زميلنا اسمه عبد الله يرسمك طول ما احنا قاعدين. تمام. واحنا ماشيين خالص بندي لك صوره عشان ده تفتكر الزياره جدا بتاعتي. ده انا اعتز بيها. أين بقى هي يعني الصورة؟ اعتز بيها حاجه بقى. حلوه قوي دي، حاجه جميله جدا. اول ما تجهز نديها لك تعلقها بقى، اشوفها تعلقها. ده شيء من الطبيعي ان انا لازم اعلقها فوق. اول ما تفتح الصاج ده الاقيها، بس افتكرك بيها بقى. افتكرني بيها. ايوه اول ما يلقى تليفون قديم تلاقيه بيحضر في الميعاد. عاده ورثها عن جدوده وحبه ليها كبر وزاد. عمك حسن كمل طريق وحب كل موديل عتيق.